بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون وبرنامج تضواد لا وإذن صوت ياريسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية برنامج كان واحد سؤالي سكسوا يا شنكرتان صناديق ذا مسايز كود جن يايميل كي موصلوا لهذا هاي إحسان ميديا @gmail.com برامج كان واحد مركز لدي بقدر على عنكر تان وبيج كأي ما صدوا لهذا هاي إحسان ميديا .com يا .net يا يوتيوب كذا فدقي أنا عاوة وفدقي سجل لباتنات تاريخ طن وطبعاً كبيش لبات كنا فر بقول صد نزيد هجرية ذا أو فخصن طبعاً كبيش كوي تمنات لبق كون لحية طبعاً ك سؤال شيء عاوة وجوه الرئيسة رقم كذا وسدح بقول سجاشن إيه سجل وحولي هي سائل كان السلام عليكم شيخ وحنكون ورهاي ودن كمريكنك وحنبل والبا العكسية كم بني مدكد بنفائدة أيال لإسيا ده شيء العكت إذا لكن مؤجي وحو كم بني جاس أما الشركة ده سيكش قيسه كان عسى النوع عسوك الشيخ وموح بنام بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قابك الله وضع قناع الصدى أما الله الشركوب وفائد الله وضع الرات الصدى شريعة أنه وحي كرد الدجسي أحكام هي الشروط بيو الدجسي حكم إذا قاب كان هذا وشيء جي وقاب مضاربة وكلا إن حول الجود يبتاع الشركة ودي بتو وتفائدة كسكت شروط إذا واحد لقى مرمانة وحكم إذا لقى مرمانة إن فائدة ده حولها كسب حياة قاب كاد أقيب سن له هيدين شركة محلية ده هاي أذوق السم حال ده این آدمار که هر وقت کوچیسان، هدیت هلا وایو کن عصیگو و حرام. شرطی که لوازی وحیان کم بینی که آدحولها اودی بنیسه، اد فایده دکرب تایی و این آد اکتهای مجال که یه مش شقیدی سکو سابسون ته این حلال ته. هذا حرام كشقينا يو شقديس وشرع هذا خلاف سنته يو مجالك وكشقينا يو أيضا رح بالله ما ديفن كرفا أيضا على جماعة قادم حاسد حيا شركات ك عالم ك خاصة رجال بيت كي ربع بريج عدون كأنت بدن هذا كتشرة ويرتاح الشركات دو إني كبد بعد الربا إني كبد بعد هذين حتى مجالك أي كشقينا سون الربا هين ويكن عسك اللي كتشرته وحاب بدن لعجها إني بنجيضة دكتان بنجيضنا أي ربا فائدة أصاران الربا دان أي أوقيبيان دتكي وحودي بتي حبناها كاه حتى هذين مجال كيدو أصنا هين ربا أصنا أصل كاهين سيداس درادت كم بني مريكنا إن أدون حول إسقدي بتو قالك معمول إيشو مسلم وسنجع أنت كوهينين أنت صرنا إيشروا بكرتو وإحنا أذن عدى سنين وحيل لغوسيو فإذا لغوش يعنى إسكق هذا تاي مشاسي خلط بدم باكوتشيرة ظاهر كان وحويان وحيو بانتا إن هذا وح كل عدى ستو والله أعلم جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤال شيء إن أفر بقول وحلي هي سائل كان وحنا هاي ويل لأن يراه أو آد أول ولسن وحن كل عايزينه أني جو حاسله وحن كذينا يستجبر لقبه مركه هري سؤال شيء إذا وحيت هاي شيخه توبد ملايا هاي مركه حكته وحن مالين كست إسرقنا نينك قبة جبر ده أن لسه حذي شيخه محن سميا هرت الدم بيجا أدق شيء وادم بوين من الأول وشنا ووحمي شو كتير وأمرك كوبادي دم بيجا أدق شيء حق الله كو تعلقه وزند وفاحشه وأمرك الله بادي وح كو تعلقه حق بني آدم وننك أدق وشي سوى سخيسي
وبني آدم حقي سنما سهلنا لكن سيدي دوني بها هات إلهي تبارك وتعالى توبض وأقبلها أدات إرادة توبض مليه جوابت وحويان إلهي توبض محرن أدونكو إنت أوسان غيردو كويمان أما ينقل رحضو قلبيتك كصابحين إنت وقت جدي لتشوق توبض وفرنته إلهينا وأقبلها إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي دنبيض ونوار دافع marka waxaan dhigay ila horta naxariista ilaahay ka qusanin mid labaad waxa laga marmaan ah inaad qaado tilaabooyinka soo socda koow horta inaad is asturto oodan is fadeexaynin tawbadna la timaado nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam xadiidka ibadatu ibn samit waxa soo saaray xakim iyo bayhaqi qirkood ba soo saaray نبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها وهي لها قشنك إلهي إذن كحرمي أما إذا كحرمي استقفوا قاد روحي وحكم إذا كدع قاذوراتك وزندة وفاحشادة لواتك وحاسوه روحي وحكم إذا كدع أو قلائي فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله بنبي صلى الله عليه وسلم أستر كإلهي هيس أستر يوسن إصفادي حين إلهي لهو توبت كام بمعنى توبت قوما مدن أدكا قباني لص محمد تلمام يسادي تشيرتو إذا لفت هذا أيا توبت الندامة توبة بنبي صلى الله عليه وسلم وحي أدكا شيء بها أدكا قباني سو لفت هذا توبت مارك توبت شروط هذه له هلي ما دبو نبي صلى الله عليه وسلم تاوى قضب قضب كالواد وتوبد الشروط هذه كتائيو إن وحي أوسن روحه كن قنن إنه جوتشيئيو شروط يادقر نيسان قدب كحيقاي وحوه اللوغة باهنية هاي ننكا ولالكيا وقوشي سوسخيي حق يسو وحق علس وحق بني آدم حقوبة هاي هادا أتاقو يعافده يا لديه ماي صوت وحوي مفسدك علوس بابا كده وينو دلا بلغي يا باسوما ريركينا بربرو مركة تالو قتلين ماي لكن انتي في صورتك القوات نوشة إلهي دمداف ويدي لعل وعسى وحدي كرتا إحسانك أتصميني سيو دعا 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 إن إلهي توارك وتعالى كوكو سامحو إساقنا أو إلهي كاقن عيوا وح صورتك القا مركة سيدا سيال إن شاء الله والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالنا أفر بقليكو وحوله سائل كان السلام عليكم وقف قربها إن وقص قري سؤالها وحوله وحن كشقيا قبورها الوقاس وقال هذا وحن كشرا عوس كشيخ وشقذا اسمه إيه بنان تاعي قبورته مسلمين ثم أتكش قيس يلا ذكر لك إير الله شقوين كم لها الوقها يوح حسي وحلم قال قبورته النظيفة وهاي كنيسة مخمرة خمرة الوعبي وحسو أنت أيضا إن حوالها قبور تقالد وكو آسيهين عوزك كقرطو أما كشقيسو أما إلاليسو أرين بنان ما طيب صوتنا وحيتهاي قبور تقالد قالد كتشيراي قال نما كردنتي وعذابيه وحي سيدا سوكلو عذابنا إن لا دحمرو إن لا دحتغو أو لا دحجوغو ما بنانا إن عوسك تشرتود نون نظيفيس إسكا بداي حتى مركا دحمريسو وحلو بهايها إن دحمرتو أديغو أو أرقق أحسن أو نحسن أو كبقية إنو عذابكي يغا فوس عضاي أو كوغدعو إن هذا ميلو حلق الرأس هذا مركا ما نبي قينا صلوات ربي وسلام عليه حديث صحيح حين كقصه جنب أبو حليه هاي ومذيه الله لا جمر كوكه الله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ضد كنفط وضد الظلمي الشرك جي قال لماذا يقلعي ما لها أي دجين يجريه ذي دجان مذودة هجلين أبو نبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم
inaad tihiin kuwo ooye iyo mooye. markaad masaakiintoodii iyo meeshay degayn meelii lagu halaagay iyo aad maraysaan inaad ooyeysaan oo murugsan tihiin oo cabsanaysaan mooye, ha gelina buu nebigu sallallahu calayhi wasallam hana marina. sababtu waxay tahay baqdin aad ka baqaysaan in wixii iyaga ku dhacay oo kale idinku dhaco. kadibna nebigu sallallahu calayhi wasallam waa reebay. markuu meelaha noocaas oo kale marayana nebigu sallallahu calayhi wasallam ummadaha lagu halaagayna waa degdegi jiray nebigu sallallahu calayhi wasallam. si muxuu ahay degdega buu ku mari jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka meelihii ummadihiiba ku cadaaban yihiin oo qubuurtoodii oy ku rafaadsan yihiin, adigana maanta haddaad ku dhex jirtay cadaabkii balaayada ku socoto soo wax kaaga dhici maaya? yah, adugu waxoogaa shilimaad raadinaysaa balaayana ku haysa. marka masaladaasi masale sahlan maaha, meeshii wax laga raadin lahama. qodobka xiga ay waxa weeye nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi oo ka sugan xadiidka sacd ibn abi waqaas ibn maajah baa ka wariyey, ibnu cumarna waa laga wariyaa xadiidkaasi. muxuu ahaay tabarani baa sacad ka wariyey, sacad ibn abi waqaas buu ka wariyaa, ibnu maajahna wuxuu ka wariyaa ibnu cumar. xadiidkaasi waa xadiidka nabigu leh sallallahu calayhi wasallam, xaytumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar. meel alla meeshaad ku soo marto qabri ruux gaala uu leeyahay, naar ugu bishaaree. qabri gaala haddaad soo marto naar ugu bishaare, waxaad tidhaahdaan yaa ahla alqubuur bashiruu binnaar, kuwa qubuurta ku jirow naar ku bishaaraysta. marka wixii sidaa loo bishaarayn lahaa ee lagu yidhi naar ugu bishaare, baad adiguna xaqxaqaysaay ood hagaajisanaysaay oo risq ka raadsanaysa. waxaasa macquula, wax macquula ba. sidaas daraaddeed culimmadu waxay leeyihiin in laga shaqeeyo oo meesha wax laga raadsado ma banaan. xataa culimmadu qaarkood waxay ka hadleen qubuurta gaalada duug ma laga raadsan karaa. haddii maalan la isleeyahay macdan iyo wax inay ku duugan yihiin, meesha xoolo ku jira ma laga raadsan karaayo ma loo geli karaa? sidaa daraaddeed ayay culimmada qaarkood xataa diidan yihiin. haa, meel duugan oo meeshaba ku duugan bay qariiday maya, adeer meesha isku geli. marka meesha wax lagama raadiyo, wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheena 402 gabadhani waxay leedahay, assalaamu calaykum, magacaygu waa khadiijo, sheekheer allah ku xifdiye. su-aashaydu waxay tahay, hooyo ma ka qarin karaa hawl aan damacsanahay inaan sameeyo sida waxbarasho iyo shaqo, oo aan doonayo inaan ku dhiso mustaqbalkayga? hooyana waa waayeel oo haddii aan u sheego igama yeelayso, anigana igama ahan caasinimo iyo xumaan. masalada hore intaa wax yar ku daro, qubuurta gaalada waxaa loo ziyaaran karaa in lagu waana qaato oo qalbigaaga aad ku soo jilciso. taa way sugan tahay, laakiin tan ka hadlayno waa dhinac kale. su-aashan waxa weeyaan, waalidka oo loo baarinimo noqdo oo loo baarinimo sameeyo, ixsaan loo sameeyo, waa waajibaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay. sida qur-aanku sheegayna allah tabaaraka wa tacaala xaqiis iyo cibaadada uu gooni u leeyahay, xaqa labada waalid buu ku xujiyey. xilliga ay weynaadaan oy gaboobaan oy duqoobaan oo tabar dhigaanna, xaqoodu waa sii weynaanaya. imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima. marka wax kasta oo aan macsiyo ahayn oo aan dembi ahayn oo aan shareecada ka soo horjeedin, waalidkuna ka xumaanayo, waa in laga ilaaliyo. waa in laga ilaaliyo. haddaad isleedahay tilaabadan haddaad qaado, waalidkaa waa dhibsan doonaa, maamadu waa dhibsan doontaa, markaana ina wax shareecada ku khaldan aysan ahayn, ka ilaali sida la rabo. saas waa xilligii laga dadaali lahaa, loo baarinimo samayn lahaa, loo ixsaan samayn lahaa, wixii ay dhibsanayaan oo ka dareen qaadayaan laga ilaalin lahaa. sidaasaa marka loo baahan yahay. sida ruuxii sameeyana, ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu raadinayaa wax ka fiican buu ugu bedelaa. wixii aad iyaga dartood uga tagto saalixdaada adduunyada ka mid a, wax ka fiican buu ilaahay kuugu bedelaa. sida nabigu uri sallallahu calayhi wasallam, man taraka shay-an lillaah cawadahu allahu khayran minhu. ruuxii shay ilaahay dartii uga tagaay, alle wax ka fiican buu ugu bedelaa tabaaraka wa tacaala. marka adigoo ilaahay tiisana adduun iyo aakharaba wanaag ka rajaynaya, hooyada iyo duqdaasi da'da ah ka dadaal insha allahu tacaala. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheenna 403 waxa uu leeyahay saa'ilkan, assalaamu calaykum, su-aasheedu waxay tahay, habeen anigoo hurda ayaa madaxa wax iga garaacay
كدبنا أنيقو آدون حسن أيال ليقو جيري كوني ياسين اسكو أخري شيخ دور تشيربان أيال هرددا ليقو كراعي كوني ياسين مسكو أخرين كراع جزاك الله خيرا يا كوي كوني ياسين اسكو أخري السؤال سويدين وحي كو كراعي لفتو دي بهدنا ياسين اسكو أخري كوي بس واحد على كوي diintena lagama qaato riya lagama qaato riyadu kamid ma aha masaadirta tashriica laga qaato bacda mauti muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi muhammad intu noola sallallahu alayhi wasallam ayaa riyadiisu waxay ahayd waxyi ahayd riyada anbiyaadu waa waxyi nooc waxyi kamid amma dadka kale riyadooda sida xadiidka abu hurayra uu tilmaamayo أحمد بن أبي شيبة بن ماجه الصوصار وحدي صحيحة ضدك كلا آدمها كلين أنبياء أهين رياضه ذو صدح مدوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث رياضه وصدح رياضة قار كم إذا فالبشرى من الله قار وبشارة حق الله كتمدو ملائكة كنتا الروح مركي هردو كنتو رياضة ونهكسن بي أبدان تأما يتهيب نوع اللبادي الرياض وحي وحديث النفس ووحى النفط هذا كشه كيستو هبين كي مركز سيسي حنيسي ايا قلبي قاق وحكشه كيسني اذو قلبي قاق وحكشه كيسني باد هرددا قشي مركز هرددا قشي وحي اد كشه كيسني تي عجل كون باد يبسو سوحلني اذو نوان رياض باد ليه ووحي شاكد هذه وي الرياض مجميلا كما ايمان مد الصدحات وحي والتهاويل هي تخويف الشيطان والريا الشيطان ككتما دو ابن آدم كأرججح عبسي وكوكاليو صدح داس أي كتما دا النبي صلى الله عليه وسلم مركب وحي للريا السيل لولا نقم ياوه مدكين هدو أركو ريا عجبس ريا دو هدي ريوانا سنتا النبي صلى الله عليه وسلم هشيغو أو هاوكي صد روح وكوكاليسون يهي هاوكي صدو أو مركب كدبنا يعني هلو فصيرو riyaduna kor baqaabka loo fasiray u dhacda riyaxuna hadayt sida ninkan la tumahay oo kale madaxa laga garaacay se loola dhaqmayaa wa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam tilaabooyin dhowr ruuxa qaado koow horta dhanka bidix ayaad saddex goor aan dhufu tufaysa adoo ciifo oo riyadi markaad ku riyootaba saddex goor dhanka bidixda aan dhufu tuf خير كذا الله ويديست الله أنا الشر كذا هكما جنقلو إله خير كذا إسي الشر كذا أنا إجا إلالي هيدا مد الله بعد ويجي دنك أو أشيفة هكوريك أما مشو أشيفة هكوريك مد الصد حادي وحويان يوصل عدنا أشيجنا هقريو صمارك ولا إريني والله يتم هذا ده ما أنت نكويس walo gutumi marka riyada xun waa la qariya inna haw sheegi riwaya kale hadiiska kamida waxii leedahay wal yaqum yusalli ha istaago ha tukado ayadana qaababka nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam bay kamid tahay marka dhankaad u jiifto iska rog shaydaan ilaahay ka magan gal sharkeeda ka magan gal siyaabahaas soo arorto loola dhaqma riya xun hadaad ku riyooto oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ina baray أما سورة ياسين كون قون هالوغو أخريو وحن نبي محمد يري ما صحبا وحكو الشيخين وحاديه كرتينو شيطان وما شيطان با ياسين أخري كوليه ويديه كرتا صحبا سو أبو هريرة وموسى كوليهن مركات سيحاني سو آية الكرسي أخري شيطان هبين كاكو إيمان ماي ياكو يري شيطان باكو لفتي سي باكو لاي مركات سيقا لفتي سي سو بدعكو قردو baad dhici karto intuu ku tumay inuu haduna sheekh isaga ka dhigay oo ku yiri si aan mar dambe lagu tumin kun yasiin akhriso inuu ku yiri si uu bidca kuugu ridaa dhici karays sidaas daraadeed waan riyooday diin lagama qaato waxba la ii sheegay iyo waa la ii yimidna diin lagama qaato laakiin diinta meel kale laga qaata nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi oo diinta ki ilaahay inoogu soo dhiibay ana wuxuu inoo sheegay riyada qaabka ula dhaqma ياسين أخرست إنا مرهن والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال شيء أفر بقول يا أفر
وحليه سائل كان السلام عليكم مقعق وعبد الله محمد شيخ إلهي درتي بانكوش على هاي سؤال شيء ذو حيتاي حاس كيجا ويتعشى هاي أنه وانجع لهاي لكن والد كذا أيه وحليه هاي يفرق قبر ذا أنه وانديدي دي ضد در يمرن در كذب أيه قبر دي واحد دلاقي أبهي أني قلت شو قوان رالي كأهين سؤال شيء ذو حيت الشيخو حاس كي وسيدا ما يقفر أنت مسؤولي وانقبا marka koobaad waxaan leenahay Allah ku jecelado marka labaad asalka furitaanka waxa iska leh oo xaq u leh asalahan ninka wax qaba iska leh quraanka kariimka saasa daahirkiisa ka muuqda xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas weey furitaanka ninka wax qaba iska leh xadiis baan nasku ah وحديث كابن ماجه أصوص ساري شيخ الباني نبي شواهدي أكو تحسينين من حديث عبد الله بن عباس وحليه عبد الله نبا نبي قويم صلى الله عليه وسلم مركز خيري نكوان أدونة أدونة هنشري أما أدونة مركز وحي الرسول إلهي إن سيدي زوجني أمته رسول إلهي السيد كيجي وحي قوريي أدون تيسة يعني وحي سوق قوريي نين أدون أيو جوار أدون الله وضع بسق السيد هو ذي هاي وسقوري نين كي بامرك النبي جو حور النبي الله النبي جو يي مدو حور النبي الله سيد كي جو أدون أولها بو إي قوري هاي وهو يريد أن يفرق بيني وبينها وحنا الربا أني يضع إنه نكلا ديرة مرك أورن إسق سكان قوري هذا نو نكلا فراهيا ونكلا ديريا markaasuu nabigu minbar ka fuulay sallallahu alayhi wasallam dadkana wuxuu u jeediyay hadalkana wuxuu ku yiri ayuhan nas ma balu ahadukum yuzawiju abdahu amatahu yuridu an yufarriqa baynahuma muxuu yahay midkiin xaalkiis oo adontiisa iyo adonkiisa intuu isu guuriyo hadana doonayo inuu kala furo kale eriyo muxuu yahay xaalkiis muxuu u jeedaa مركز النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فريتان كوحاون إسكاله نكي ردون كقبتي ردون كيا قبتي يا نكي هوين إذا لقت هذه قبتي نكي أصاب فريتان إسكاله وما أبا قبتي لقت مش أدير با قبتي أو با قبتي بمعنى نكي إسلام تنو بهرسن تايوة ee halaasha ay u tahay lugteeda qaban karay kaasa furitaankana iska leh xadiidkaasi waa xadiid xasan sheekh albani saasu leeyahay shawaydi isku taxsiininaya asalku marka waxa uu furitaanka ninka wax qaba iska leh laakiin xaalad baa jira faragelin dibadda lagu sameyn karo laga furi karo xaaladkaasi waxa kamida midalan fasaxo kale ya in go'da xuquuqdeedu ku ciyaaro waajibki gudan waayo midalan wada noolan kari waayaan maxkamaddu soo dhex gasho iyo qadaaga garsoorku soo dhex galo marka xoog baa lagu furi kara isagoo aan raali ka ahayn waxa kamida midalan ala qawli baadhi ahli ilm culimada qaar ko say qabaan malik iyo shafi'i fi ahdi qawlihi mas'alada laydaado xakamka ee quraanku sheegay wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma taana waxay timada ninka iyo xaaskiisu markay iskhilaafaan oo dhexdooda heshiin waayaan marka Alla wuxuu yiri garsoore gabadha ehelkeeda iyo garsoore ninka ehelkiisa arinta ha loo saaro ha dhex galeen ha baadeen in yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma labada garsoore ee loo saarayo awood intee leeg bayli ma kaliya waxaa loo dirayaa inay islaaxiyaan oo isku hagaajiyaan oo isu sasabaan oo reerka isku toosiyaan wax kale ma qaban karaan mise hadii ay taas qaban kari waayaan oo awood waayaan oo ka samraan oo kari waayaan xaq bay u leeyihiin haday maslaxa u arkaan inay kala diraan oo kala fasaxaan raayiga dambe culimada qaar ba qabo malik shafi'i fi ahad qawli wa hayleeyihiin hatta hadii ay u arkaan inayna wada noolaan kareen sulhi heshiiskiina suroobi way ayago isra iyago oo muxuu ahay aan raali ka ahin baa la kala diri kara xog lagu kala fasaxi karay marka mas'aladaasina baadhi ahli cilmi baa qabo iyadana waa faragelin dibadda ka iimaaneysa xaaladaha qaar kood dhici karta
marka way dhici kartaa xaaladaha qaar kood waa siyaasadii khilaaf jiro oo labada reerku iskhilaafo ama xuquuqdii u gudan waayo fasax yimaado xaalada waa jiri karaan ninka awoodka xog badan ay gabadha ka furi karto laakiin asalku wax weeyaan hadii aan duruufahaasi jirin asalku wax weeyaan ninka reerkiisa cidina kama furi karayso المهم وحوي قضية ذن وقضية عين وانين أرين جوني أكالي قبر أبيه كفر صوما أبيه حالة أو كفر إنه أي أطالة ما خلاف نوع عنه كلا يمت ما حالة دي ولي وكوشتي هذه كريبة ماشة كوشرتة وقضية حديثة عين واي وحيوبا أنت مركب باري سيادة إن لو سمع إيه ده جوني أهانت إذا مركب لقاها الله يوه ما فرنتها مس ما فرنا ور أنت كبدن بلقى جبهين يد عدد معلومات أنت كبدن إلا جهله أما قضية أصل كذو واسيدا هورن وشرحني أو آه فريتان كأصلها وحائس كله نينك وحقبه والله أعلم جزاك الله خيرا سواشي أن أفر بقول يشن وحليه سائل كان السلام عليكم والد كيجا أيان أدعية صلاة والباء واجب أهمرك أنت كذو وحن كدي جد عدا استراحة جدا شيخ مركام واحد بكثيرة حددها أن دعاء حددي دعاء نواتنا نخري ومدة صوص عطا اللهم اغفر لي ولوالدي رب يرحمهما كما ربياني صغيرة دعاء أدوي في عنده لكن أحبها حددي أحبت ترجع أنا وصمين بعد صميسا وحد كحير لا ترد أدو دعائي يسوع كلبا كانس كأذ هيسو يصير أذ نشاط هيسو كانت في عنها هي نشاط في عنا بدي برياضاس مركي وقت كعليلي كوجي هينا كل ب أنت تبرت هذا كجابس لكن ترجع أنا هالصمين صوت وحوي عبادة السيدة هذا بوقت جو أن إن الله سمي أن لا دافين كريم إن الله سمي ترجع أن أن لا دافين كريم مال جو أن أو خاصة إن الله سمي ومال كله لجوس سمين كريمين أرنت هالشرع جالس كله ساس دردد عبادات كله بكردي عبادات مطلقة أو أن حدنين وقت كحدنين مكان كحدنين ترك كحدنين عبادات كنوع عاس الشارع أوسا حددين أدوجنها حددين إسكوت ماشي تبرت كل جار عبادات كقار كم إذا الشرع عدو وي حددي أما وقت بيكو حددي أما مال بيكو حددي أما ترك كو حددي أما كيفية معينة كو حددي عبادتي أي شرع عدو حددينا سيدي أي حددي حد كي أوسا ما يصير ضعفين أنا سيدي أولى إمام marka waalidka ha loo duciyaa layri laakiin tirago aan loo samayn aduuna tirago aan hoos samaynayna iska siida fur wallahu aalam jazaakallahu khayran su'aashina 406 wuxuu leeyahay saailka assalamu alaykum ogitaanka xuduudu darajad iyo maraahil ma kala leeyahay sida xaaladda awooda iyo dhaafiga oo kale ha kamta shariicada dhamaantid waxay u xuduudaa أما أي كحرنت هاي كل بأوده قدرة يستطاع ذلك كحرنت وحي لا أودي وايو تكاليف أهم ورعية واجب كيل كري وايو ورعية سيدا وحي حرام أما مرك يدتك نفقة وضرورة ما دو أي أقول بنانانيس واجبات كشرع عضنا وحي لكري وايو ماشى وكبحية ماشى وكبحية بمعنى سكر ماشى كم بحية لكن مرحلة الروح هي ستي الظروف تأيضا واجب كي بكرد عيون طيب سيداس درادت حدود وحي كم تهي وحيالها أود أوباهن حدود أود بأوباهن أفراد ما فوري كرتو حدود وإن لها أود حد كم فلسة لباتذا كإيمان كرتي الراجح أنا كإلالي سواء لها له طيب سيداس درادت هدي أن لهينين حدود مركاسي لما أوجيه طيب دي بالله رجع أساس درجة بشرع عدو حدود ده كذين تيدو دي بيكتمت مرحلة دي مكلة شوقي المسلمين تعتبر درناين حدود ده لما كذيني مركي مدينة اللي يمد حتى مدة أيان حدود لسود تشيني حدود ده مركل لسود تشيني يلفت هذا ست تدريجي على لسود تشي سي تدريجي ايا لو سد هذا قوس مثلا كبا سو قاد حد الزينه وكله وركي هرو واكل ليدي سوره النساء يا يعني وحويان لبد الزينه سميي غريغه كخيره غريغه كخبي سميده الزينه كدخداي
إلى إلهي وككين يوم معنا إلهي جد وقسميني كدي مردم باو حاتم هذا ضوا حدود انتظرت أيتم صابت وحويان ومركي دولة يأود أيتم حدود دي فولين كريسة أيام مركلة كذي سداس درادت حدود وحي كم يتهي وحيلها أباهن قدرة يستطاع هذا أباهن مرحلة هذه كرتوا مسلمين تمر كاي ضعف في كتيره سيدا مراحش أقليات كوكلا قال هوس جوجان عندي ما كلي كوهوس نوليهن نظام خاص وشرع عدود أي كفليان وحدود كوفيان مهيان مرحلة ذا سوكل لجو كلف ما إلا وإلا بحدود وفي الذي ماي مركوين أود أي كرتوه طيب حيلا كتوس أي واحد كم إذا إني مصحلة حقيقية مفسدية وحا كحرنتها حدوده حديث كبصر بن أرطاء وحليه الرسول كان مغلي صلى الله عليه وسلم ورهايا لا تقطع الأيدي في الغزو يعني حلق مسلمين تو أي دولان ككتران وجهات كي يدقال كأي كتران حلق إساقا روحي وحضي كعانت لغا قوين ماي يعني دولان بالو كتران فورين بال لچوغا دغال بال لوغو جيرا روحي ميشاس وخ كو خداي غعمه لغا جيري ماي ديبا لو دغيا صوت معي تهي حديث كارد الترمذي يا داريم ابو داود النسائي بسو ساري قاركود بدل كغزوي سفر بيقلني صوت محال لو ديدو لو يري ميشا ايدا يان غعن لوغو غوينينه مجاهد كا وخداي اي فورينتا وخ كو خداي غعن غويديس ديب ها لو دغو الى دولانكا لغا سونو وحد اللي ما لأوفيه وحليه ابن القيم عليه رحمة الله ومسألة كهل في إعلام الموقعين وحليه هاي فهذا حد من حدود الله وحد إلهي حدود سكمل ألا نوحودي ذي إن حد لأوغو لأوفيه دولان كدحديث محلو دي ذي خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيره أو تأخيره وحالك بقيا حد كأو أن لأوفنين دب كويش يعني وحوي دب كتيرة لكن دب ك دب كوين إنه رشال لقى بقية دب إلهي كسي نعبيه إنه كرت ما لقى بقية هذه فرنت حدود لقى أوفيه أو محيئة أو أهم اللحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا وحلقى بقية ماشى فرنت قال ذي بنورد وده ننكي مجاهد كهدي قعنت لقى قوي انتو بحنا قبل بري انو قالا دو كبيرا سو ما دعي كرت واربحان قعما ايقا قو قوين اي وحان لجوه كراما بها هادو سكا عرر كرا سو ما قالا دو اوغل كرا مركا مسلم قالا انتو اوغل لها ان قال لقالوبة او شركي ايو كفر اللو قدعو ايا كرلي بدن حد باقتا مركا مفسد كوين يديب كوين باقتا لان كرته ميشا حد كهكو اوفينينا ما قرت soo dib dhiga markii la soo noqdo dhulki lagu soo noqdo markaasi xadka laga oofiyo sidaasi ayuu leeyahay xadiidka saas laga fahmayo wuxuu leeyahay waa sida uu leeyahay Umar iyo Abu Darda iyo Hudayfa iyo geyrko saxaabada sida waxa kale maray buu leeyahay Imam Ahmad ibn Hanbal Ishaaq ibn Rahawiya Imam al-Awza'i iyo geyrkoodi culimada Islaamka kamida waxay leeyihiin dhulka cadawga iyo furimaha dagaalka xuduuda lagu oofin maayo maxay leey dib ka weyn inuu dhaka dhasha laga baqayo waxaa la mid ah marka xaalad kasta iyo meel kasta oo xuduuda oofinteeda laga baqayo dib ka weyn inuu ka dhashay mafsada raajixa xuduuda wala dib dhigaya markaas marka waxa weey xuduudu waxay ka mid tahay xeelaha u khuduucaya yaani waxa weey oofinteedu yaani muxuu ahaay qaacidada masalixda iyo sidoo kale istidaaciye karaan iyo awood bay u baahan tahay wallahu aalam جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤالنا أفر بقول يتضبا وحوله سائل كان قف مسلم أو حمان كسي صعدة هديا نركو انت أن عرر مرخاتيا المؤسو كحيسن كرا سي حد اللوغة أوغو قصادني وحي شبه ذا ويأكت قصاد كور لي شيء وحا لي وعلي شيء لمن دلين رأوه بيسن ومال ايو كتليان شو aya iyo meel baadiye amaraya ba waxay arkeen gabad iyo nin haweenay dumar iyo nin meel la wada fadhiya oo sheekaysanay markay arkeen magaalo korkeed ba meel banaanba ba waxay isku qanciyeen aan u dhumanno oo aan u sugno hays ma hawsha qabtaan
si aanu garacno oon xadda uga oofino ilaan hadda haddaan ku soo baxno way kala dhaqaaqi moogta. Marka aan u sugno horta dabinka ha galeen, markay galaan kadibna aan ka dul tagno isagoo iyagoo is dul saaran, kadibna aynu ku bilowno qisadii oo kale weegta. Ninkan markhaatiyada raadsanahay ee doonahay ninkan in xadda laga oofiyo, taasoo kale shabah waxay tilmaamaysaa faham darro. Shareecada faham bay u baahantay, fiqhi bay shareecadu u baahantay. Marar badan adoo iska niyad fiican laakiin aqoonta shareecada aan lahayn baad shareecadii meel kaga dhicin ood magaceedii ku ciyaariya sumcadeed. Shareecadu sideedaba siday culimmadu leeyihiin, laa tatashawaf liiqaamati alxuduud ilaa bacda xusuuli asbaabiha maca dufuuriha. Shareecadu sideedaba uma hanqaltaagayso kumana dadaalayso asbaabta keenta xuduudda, asbaabta ilan keenta soomaa, asbaabta xuduudda keenta inay dhacdo shareecadu ku dadaali mayso soomaa, bal waxay ku dadaalaysaa asbaabta xuduudda keenta inay shareecadu baajiso si xadkuba u imaaninba, suusan xadkuba u imaanin sababtii keenaysa bay shareecadu ka hortagtaa. Aduna waxaad rabtaa inay dhacdo markhaatina ka dul keento kadibna inay dhacdaad rabtaa, waa ka duwantahay. Marka maqsadkii shareecada iyo maqsadkaagu waa iskhilaafay, waxaana keenaya inta badan jahli baa keenaya. Wanagii xadiiskii nabiga sal alay wasalam soo sheegnay mar dhaweed, xadiidkii cibaadat ibnu saamida nabigu uri sal alay wasalam, waruuxii waxyaalahan ilaahay idinka reebay qaaduuraadka ah iskaga fogaada, ruuxii wax ka mida ku dhacana hays asturo. Yaa ruuxii ama zina ku dhacay ama xumaan ku dhacay ama xad ku dhacay yuusan bannaanka iskeenina intuu maxkamad imaan lahaa waxaa u roon inuu is-asturo soo ma, oo xaddan uu ka cararo ilaahayna u toobad keeno, gooni ugu toobad keeno. Nebigu wuxuu uri sallallahu alayhi wasallam, waliyatub ila allah, waa xadiiska uu nebigu ku khatimay, man yubdi lana safxatahu nuqim calayhi kitaab allah, ruuxii luquntiisa noo soo muujiya oo bannaanka iskeena. Yaa adeer haddaad isqarqariso nisa kusoo qabsan maayo, laakiin haddaad luqunta soo taagto waa ikan dhacdo, halay daahiriyo ood maxkamadda timaado, marka kitaab ilaahay baan kugu qaadaynaa. Wa mar war male marka adaa iskeenay soo ma, ama markhaatiyo caddayna haddii la helo ka noqon male markaas. Marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa asturka horta asala inuu ruuxu is-asturo. Waa midda labaade, shareecadeennu waxay qabta qaacido la yidhaahdo dar-u alxuduud bishubuhaat, yacni xaddan ruuxa ku dhacay doonaya isaga laftiisa in laga daahiriyo la xado waxyaalo haddii loo heli karo xataa xadda lagaga baajin karo oo yacni marmarsood aho yacni wixii uu sameeyey wax loo heli karayo, wixii uu sameeyey wax loo heli karayo oo lagu fakin karayo waa la samaynayaa. Shubahaad baa la yidhahda. Nabigeenna sal alay wasalam markuu u yimid kama fi sixaax wa sunan, Maaciz ibnu Malik saxaabiga la yidhahda markuu u yimid isagoo zinaystay rasuul ilaahay, waan zinaystay, xadda ha laga oofiyo. Nabigu waa ka jeesaday sal alay wasalam, markuu jeesaday buu soo wareegay, hadda xaggar uu ka soo galay, haddana nabigu waa isaga jeesay, rasuul ilaahay maxaa iga jeesana xadda iga oofi bay daahiris, haddana mar saddexaadbuu nabigu ka jeesay, haddana wuu soo wareegay, maxaa iga jeesana ma idaahiris idaahiri. Intaa nebigu muxuu uga jeesanayaa? Ayaa hadduu iska tegi lahaa oo ama iska fadhiisan lahaa iska dhaqaaqi lahaa lama soo qabteen soo ma, waana maqsuudka nebigu uu rabo wey sallallahu alayhi wasallam markuu ka jeesanayo inuu iska tagu rabaa, oo xaddan uusan si asbaabteeda uusan sii caddaysan inuu iska tago. Intaa keliya nebigu kuma gaabsanin sallallahu alayhi wasallam markuu kari waayey, buu wuxuu ku yidhi abika junuun, war maad waalanta yaa, war ma madaxaad ka jirinto waxbaa si kaa, may rasuulilahi waan fayoobahay buu yidhi. Intaa keliya kuma gaabsanin nebigu sallallahu alayhi wasallam ehelkiisii buu yeedhay qaraabadiisii, war wax waaliya miyaad ku ogeydeen, may waa fayow yahay bay dhahay. Intaa keliya kuma gaabsanin nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu intaasoo dhan soo dhameeyey isagii buu ku jeesaday, wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta aw ghamasta aw nadarta, waree dhamaacis, war ma dhici kartaa inaadan wax weynba samaynine, waxoogaa uun aad taataabatay oo tuutuujisay oo xoogaa uun fiirfiirisay oo yaa, intaa uun inay arrintaadu ku ekayd soo ma suuroobi karto. Hadduu dhihi lahaa haa rasuul ilaah beenba ha sheege, waa la iska sii dayn lahaa wixii maya, waa rasuul ilaah waxaas
هاس وحص على حبي إيه الله بنيب أنكت هذا الويل أو مش وجود ما يسيب أتكلم عليه هابور ها مركز السنة بيقول أمر رسول الله عليه وسلم ويقول كحيه أو ده جح كدي لو نور رسول الله عليه وسلم حلقة بضع مرك هذا هو مرخاتية بدور رات سنين أو حلقة أكاد هيس فلان كرك هيس كف فلان يا النبي يقول صلى الله عليه وسلم وكور وريقها يا سومارك مرك مقصود كشارع عينات فهمتها مهمة ما هي حماس كقادو ترادو ودين هل أوفيه وردين هل أوفيه لكن دين قابل أوفيه هذه قاب كذي أذكر مرتو فساد فربضن يدي بضم بعض الله إيمان الساعة سيد أصدرادت واجب كوحويان إن سيد الله مروي هذا أركت الروحي وحمان أسي الصعدة سيد أتشيجس بدل كاد مرخاتي وأردي لهيد وحكا جرون هذا القواء والنصيحة سوما الدين والنصيحة السجى بابك أجد وحمان تقصص هذا هل كان مرة هي أنت قوت مدواني سوري ورولا الأخير الله أخير الله كسي وحنس كده يا ربي ليه ده دون كاجي آخر هذا سوما هذا كري ويدو كافر بحصل حمان تينا سامي محواجب كأجو وياهي إن أسطر توع حتى هذا كو أجت إنه حمان سامي إن أتفضي حي سما نبي قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة روح مسلم أعبتي سأنتو أقعد روحي أسطرة إلهي بقى الدنيا آخرة بقى أسطرة صمارت مارك دين تاني ودين حريسات حدود دا وحا الله قلت لك وكاها اللي دون الله مصلحة إليه والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالنا أفر بقول يسديد وعليه سائل كان السلام عليكم محيهن دنبيذا قفك هدي وكرع وشرعه السمي عقوبة دون أحد حدود وحل إلى هذا والذنوب هي شرعة السمي سي عقوبة حددا عقاب حددا أما الدلة أما الدلة كسوكيس كرباش يوحي لميدا شيدل وين بدن تهي وحكم إذا مثلا حد الزنا ذا أكله فحش ذا وهذه روح جوره الرئينا أي دلته ده راح نلقو دله هدول سنجور صامرين أي تهاي بقول شيء ذا نلقو نفته وحكم إذا لواتك إن رجع وحسكر رأس سدان ومحوا هاي رجع ضوا ضوا وننكو حكر رأس أيضا حد ذو دل إجماع الصحابة وحكم إذا حد قذفك إن تروح كو قذفته إنه الزنا يستي أما الزنا كو شكت ويدنا سديتا شيدلا وحكم إذا حد خمرضة روح مندورية أما خمرضة استعمالي استغنى أفرتا شيدل مركي ضمن الصحابة إلى سديتا شيدل بكارسيا وحكم إذا حد الردده إنه روح الدين تكبحه سقو مسلم هكذا بدين تكبحه ويضا نوادي الحديد وحكم إذا حد قصاصته روحي روح دي لإن لو دي له بشروطه أيضا وحويان حدود الشرع دي كمت وحكم إذا حد السرقة وروحي حولح هذا قدر له شرع قصة ما يسيسيان إنك عنت اللي قوي وحكم إذا حد حراب هذا وهكذا حدود ويبضنته شرع قصة ما يسي ونعي داس إنت بضن حدود داسي وحا لقو إلى لنيا وزواجر ووحا لقو إلى لنيا وحا لو يقان الضرورات الخمس شن وحا شرتاء الرموت وإلهي ديمه سودة يورن اسكوا وافقين إلى لنتو نلوش آدم هنا أي كتاقنته هقاق جيدو أدوني أخرب شنتاء الرموت ودينتا إيا النفطة إيوه عقلك إيا مالك هي ترنك أما عردك شرفك شنطة أساسيات كوي نلشو كست كتا عنتها مركة حدود داني وحي إلالين إيسا شنطة سإلالين إيسا مثلا كبه سوقات روحي دين تيسا كبحي و دين تيسا راوحي وقود دن بيه قارسي هل الدين سولو مدين دين تيبا لقو واردين لقو إلالين حد الردة روحي مثلا نفتي لي وحاليلي هلا قصاصه كسد وديل شروطين لهلا العفينين ايضا وحلقوا الى ان لا نفتي بني ادمك وولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب
قصاص تنولول با إذين كتشرت كي لديلي مو يبني آدم كي صوهر با كنولاني روحي مثلا مسكح دي سئيو قراد كي سيه قرشة دي سكوحي أرو مندورية استعمالي أساقنا وحالا يلي هلا تشيدلو عقلي قال إلالينا يا وشي وانو إله آدم هسيو كقصو عي مخلوقات فربضا روحي مالك كوحد قدبو حولها كوحد قدبي قعنتها لقا قويا لي إذن حوله با الله إلالنا يا آدم روحي مثلا عرضك يا شرف كمالك قد عي والروح الشرف كي سرد او عي او زينة كوشيغ وحلا يسكو شيغ زينة او حن أساقنا وحا ليدي سيديتن شده اللي قلفت روحي ترنك آدم هدب او قيستي أساقنا وحا ليدي هدو قروه الرئينا دقا حلو قدلو هدي او قرو سنوه الرئينا بقول شده اللي قلفت لأن الزينة دو وحيالها او قدران اي كينيس وحو يبني آدم كترن كيسي چريتان كيسي بابينيس مركة تاسا اللي قلت دقا لماي سيداس دراديد حدودن دمانتيد مصالح بي حنبارسون توهو ديبكا كم موقضة انوغا موقضة مصلحة دا كوچرتا كوي مصلحة وين اني كوچرتا واحد كو قرانيسا ما انتا قالا دي منافقين تا لدقا لماي مسلمين تو اني لحضو دا اي حدود دي الهي دكي اي اوغان او اي كون نبت قلان او اي كو عافي مادان او دالكو دي نبت دودو كدكتو او حولوهو دي نفتو دو كون نبت قشاي قال هذا كورشيد إيه منافقين تيكون علمانيين تبلايده قال الرع وحصل هذا قال ماي مركا مصلحة وين باكو تشرته رماها وين بين حدود اللجوء إلى لنا يا طبعا نسان صوت الماميني ضوابط هذه الشروط هذه لذا وحفظ وضأمة والله أعلم جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤال شيء نأفر بقول إسقال وحليه سائل كان السلام عليكم الشيخ إلك ذهب أهم قشن كرا الكهنة ما كلا دركين كرا إسقروحين أود. أصل كوحويان ذهب كاستعمال كيسو رجع مسلمين تحارم بكية هاي ضمر كانوا وأبنائه. نبي جان صلى الله عليه وسلم حديث كيسو حكولة أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ذهب كأي حرير توحى لو بنيي ومضى إذا أنت ذا لديك أنت ذا الضمر كأ أنت ذا لبك يدي الرجع ذنا أنت ذا لبك أي الرجع ذنا ولا حرمي بالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن النسائي بصوص صار من حديث أبي موسى وأنا حديث صحيح هو سيدا استرادت سينا من الرجع وما استعمالي كان ذهبك الكد ذهب مجا شنكرت أظن ننأ سن ذهب مجا شنكرت سلسلة ذهب ما قشن كرتين ما بنا أنا ذهب كله ما أقوله رجع مسلمين تا إلا لضرورة إن الضرورة بتما دموية ضرورة ما حنقون كرا ضرورة وحنقون كرا إن ماشي إلي جوكر دعية لقى مرمان كا إن أي قبوم ويدو إلي كلب قبوم ويا يعني الكه كله الجلي أردن إن أي قبسنين أما أي أريان أما أي فساديان لكن ذهب قوات كيسن كرو مركزه كلو بنان تاي حيل وحا كتوسي حديث عبد الرحمن بن طرفه وحليه اوغي صحابي قال عرفجه بن سعد اسعد عرفته بن عرفجه بن اسعد ايا سنكي سلغوي دغال جاهليتي دحمري او مالن لديج يوم الكلاب وجاهليتي دغال دعي دغال كي سنكو غوي طيب مركزه و خو سميستاي او سنكا كو كبتاي او سنكا دغتاي محو أهاي سن أو سيلفر وعشان ليه ده هذا قلنك سن قلن أبو سميست طيب وأوري مرك لأن سيلفر كأيوه قلنكو ومعدن ضعيف واحد مرك الذهب كله فيري ومحونا ويس بدشة مرك ده دعان كي إيوه محو أهاي سن كوحباك الصعدة سوما قويتان كي فراه بدنابي مرك صورتي نبي صلى الله عليه وسلم بأمرك وحو أمري أن يتخذ أنفا من ذهب وحو يجي نبي صلى الله عليه وسلم بدل كفضة هي سلفر كوحد كبدل ثلاثة ذهب كبدل وير سن ذهب الصميس بن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وقوات كي سنكره حديث كاسي ترمذي أبو داود نسائي بصوص صار الشيخ الباني وحلي وحديث حسنة حديث كاسي وحو تلمام يا هدي لجم مرمي وايو وأو بنانت سيد السنك والنكا نبي أقول هذا إلك نوالك دين كرا لكن هو ضرورة وين معركة واد مركي واحد لوجا كلو لوجا مارمل لوايو
هذيك اللي أصل كوه حويان رجع مسلمين تا وما بنانا إليك ذهب إنيك الشدان دمر كصوماها يجوا يبنانت لا بأس لأن هذي بكل بيسنكران إني إليك كديك تان ندم ملي اللهم هذي أين إسراف كيني إسراف كوه حويان أيضا وحبا هي اللوق من حولف ربضان يلعق بضان يفان فان إن لقليو مركوا باب الإسراف السلام أبو بنانت لكن إسراف هان يدنكاس إن يعني أي كتمة تحريمك وسورة بكرتا والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالي نافر بغل يتبان وحلي سائلكنا السلام عليكم علماء الشرفت له وحن تعالى إن يقتش وابن سؤالا قبل أيان قول كوهشي إني كدي مركي أن كوضع هذا النسيدي أرنك أود كوضع هذا النسيدي أن أرنك أود قاتين لهين أيان وحن كده قاتين وياي وحلو يقان كوفير وأنا إياه وحشيك وأنا كلا دالي وأنا جه إن كوفيرك وياي شيء أن كبرنا أنا إن دين تين معان هذا السؤال شيء وحيقول لي إن أرن كفرها كقاضي إن كله بهذا سن دين خير الله يدنسيه فرق مع الله يستمع كوفيرك هدو يهي قبرنا هلا قرحيه عروس صدة مركي أقل جليس هلا صاق رحيه هلا صون ناش ناش ليه ماله حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم دمر كمركي أروس قال يا والله قرحين شري وهي يوم مركي هيلي كريم بيكو قرحين شري مركي هذي تاي هلا قرحيو تماها إيو محوا هاي وحلو مر مريو هلا هلا قرحيو هذي ساس تاي دي ماله لا مانع هذي آداب الشرع قال لا إلالي هذي مقصود كتاي وح شري عدو دي دي سيدا مثلا تاج كوحنا ده نوكله ومثلا مرضا خفيف كه لوك قليو أو أنت عروس صدى مركي أقل جليس يوحي لم يدو نوع سوكلا هدو كوضنا مركاب مبنانا ومحرم لأن وحويان كوادن يرتيد قرسني سامة إسلام تنقور ككارب تاي إني دم بيكو جليس ما يا إنما طاعة في المعروف ونبي صلى الله عليه وسلم وحي بني آدم لقيا يلو أو لقى أقبله أو لقى راعه ووح شرع عدو أين الديديني وحي شريعة ديدي سو إسكاداف مدهن قوركاها يو دمع قوركاها يو ورك إذا إسكابة داي وذن قريني نميس عالفان دونتان حتى والدك يقول الله حقوق دي صوشة يقنبا وحا ليلي وحان معروفة هين لقماء طيعكر وح شريعة خلاف سن لقيا يلي مايو سو مارت سيداس درادي ده داي وح خلدان تهي كأقبل ميسي من نوانكوش يقيو هداد وح خلدان قوريكي نكو أساستان iyaduna rabto adiguna aad ka yeesho gurigiina u darantahay inaydan is calfanin baad dhici karto oo markaad iyadan adigana kharash badan ay ku galiso iyadana aad bukurta ka kala jabiso ya barinaad kala dhaqaaqdan baad dhici karto oo gurigiiba lagu degi waayo laana xaraam baa lagu aasaasay ilaahay baa lagu caasiyo Soomaali waxa dhici karta xataa hadaad wada joogtaan inaad isku silixdaan oo isku rafaadaan laana meelay macsiya gashay قصبة كتير، دجنان شلام بكتيريس، وحد يعكرت هذا عرور هشان، دم بيجي آت قشين حتى عرورتي نين الله سعطى دعكرت، إيد جورج كوا أساسين، مركب واحد نوع عصا كرم يا جواري يرجعي له، جواري يروف لي عن روا يعني يتيليل، يا أنا من الشيخوان كم مرمي واي، تصد حد ويا أنا ماشى وح كتير تأذر قوام باته، الرجال قوامون، على النساء. ninkii la rabay inuu wax toosiyo adiga waay gurigana masuulka ka aha Soomaalidu waxay ilaan dabaal xumada hiriqday ka bilowday hadaad bilowgi horeba idinkoon is arkinba uun dambi lagu galiyo lagu yeeriyo adiguna iska hor orod bari markaad guriga tagto seed u talin doontahay oday u noqon doonto ya bannaanka adoo jooga haweenaydi xaraanta ku galisay markaad guriga isugu timaadaan way uun kugu wadi uun ya maalin ba qorsho cusub nahay diintu ma ogola hadeen oo goleyn adeer samee hadaa jidka isku furay Soomaa ha marka wax way hadaad fayuuday banaanka joog raganimadaada iyo qawaamadaada ilaasho waxa tirada maya sharaacada diiday diiday lama ogola haday diido Soomaa oo tirada koofer iyo wax sharaacada khilaafsan mooyaan adeer maya adiguna maya dhe annisaa siwaha kathiir dumar ku waabadin Soomaa دمر كوا بدي إنك صدق بني آدم كمالهم بموقتها مال ماك بولي بني آدم كمالهم بسكجة متيدي وأربع قلال كقروح بدن أو كديم بدن أو كشرف بدن بعد هذي معكوا متيدي هذي يا
marka wax weeyaan habay yaraate guri baan dhisanaya iyo macsiye khald baan ilaahay ka galay ha sameeyin sida ruuxi kugu diido xaraan ku gelinaya mananka kamar wallahu aalam jazakallahu khayran su'aashina 411 waxa uu leeyahay saailkan waxa jira wax indhaha lagu dhajiyo oo midab kale u yeela maxalal bashiqo inta badanna waxa isticmaala dumarka halu yaqaana adasatu al-ayn balada adasatu al-ayn al-mulawwana ama al-lasiqana walida yaani indhaha lagu dhajiya midabayna u sameysa inta badan yaani binaadamka hada joogay waxa la isku yibtilay moogtay inuu gaalada wixii ka yimaada uu kolba la qaato marka dumarka isticmaala sida la sheegayba oo midab kale gidisan bay indhaha u sameeyneys marar badan waxay u ekeysiinayaan dharka ay qabaan bay iyo indhaha midabkooda isu ekeysiinayaan yaa sidii labiskiyo kale noqdo dhar cagaaran markay qabto indha cagaaran bay yeelan markay dhar yeelo wa qabto indha yeelo way la soo bixi markay muxuu ahaayay qabto muxuu ahaay buluug qabto dhag buluug ah buluug bay ka dhigan guduud guduud bay ka dhigan wa hakeeda warkaas meeshaas ay wax marayaan ba marka culimadu way ka hadleen mas'aladan waxayna kamid tahay mustajadaadkay kamid tahay nawaasiisha cusub ay kamid tahay culimadu waxay leeyihiin laba qayb loo isticmaalo qaab wax weeyaan in loo isticmaalo in isha arageeda lagu xoojiyo sida okiyaalaha kale oo markaasi waa loo isticmaalaa iyadana oo okiyaalahan ee banaanka yaale ee xidhan tahay isha gudaheedaba hadda lagu sameyn karaa wax gudaha la galiya laga dhigi karaa hadii noocaas oo kale too isha lagu xoojinayo arageeda marka dhib male tayib tan laga hadlayo haday ziina iyo qurux loola jeedo laba raayiba culimadu waa qaban qaar waxay leeyihiin karaha ku jirta ugu yaraan qaar waxay leeyihiin waa xaraam laana waxay leeyihiin waxa ku jira taghyir khalqillah ilaahi abuurkiisa oo la bedelay ziino iyo qurux waa mid ilaahi ku siiyay indhaha aadamuhu say ku quruxsan yihiin waa sida ilaahi u sameeyay soomaalid marka indhihii quruxsanaaya ilaahi sameeyay inaad bedesho taghyir khalqillah baa ku jira bay qaarleey qaar waxay leeyihiin marar badan waxaa loo isticmaalaa oo ku jira qish iyo tadliis dadba loo been guurahaya ya indha aan la lahayn baa la sameysanaya sheekh ibn uthaymeen calayhi raxmatullah mar dhageysanay soo ka hadlay mid baaba wuxuu yiri waxay sameysanaysaa buu yiri indhihii bahashii ahayd muxuu ahayd daba taagta iyo waxay ahayd xayawaanaadkii banaanka jooga indhahoodii oo kale bay sameysanaysaaba waxaa kale oo sidoo kaleeto ay culimadu leeyihiin waxaa ku jira atashabuh bil faasiqaad wal kaafiraat dumarka gaalada ah iyo dumarka faasiqaadka xunxun oo la isku shabahana way ku tilmaamayaan intaasoo dhan waxaa dheer waxaa ku jira leeyihiin al israaf indhaha noocaase midabada leh gashigoodu xoolo badan bay u baahan yihiin marka xoolaha maxaa loogu ciyaarayaa waa culimo marka halkaasay marayaan oo waxay leeyihiin gashigoodu karaaho ama taxriim halkaasay marayaan qaar culimada kamidana waa banaynayaan waxay leeyihiin dhib ma laha haddii aan maxduuraad kaloo sharciya ayna ku jirin asal ahaantoodu ziinada ilaahay baneeyey bay kamid tahay ee alla yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi taasay hoos tagaysaayo mamnuuc ma aha bay leeyihin calaa kulli xaal warka marka lasoo gagabeeyo gabdhuhu inay iska daayaan baa fiican sida uu leeyahay alimaam ibnu baas calayhi raxmatullahi sheekh saalix alfawzaan iyo sheekh ibn cuthaymiin fii axadi qowlayhi iyo waxay leeyihiin warka si walba ha loo wadwadee gabdhuhu inay iska daayaan baa fiican oo inan isticmaalin wallahu aclam masalada labaad oo ah maxay ahayd ilkaha ma kala fogeyn karaa soomaaliya qurxin daraadood ayada nas baa ku soo arooray nebigu sallallahu calayhi wasalam fii saxiixi albukhaari wa muslim dumarkii uu lacnadayey waxaa ka mid iyo dunbiyadii waxyaabihii lagu lacnaday almutafallijaati lilxusni buu nabigu sallallahu calayhi wasalam dumarka ilkahooda qoraya qurxin daraaddeedna u qoraya lacnada ilaahay ku dhacdo marka ilkaha inaad qorto ood fanax ka soo saarto ood qurxin u qortay maya lama ogola iliga hadduu suus kaloo jirado hagaaji
إلي جوا هدوف والحمل كلية هيو إلي كله كورس هارينه يا هجاج هذا إلكو حقا إستدمر مرسينهين حد أو هجاج سمارت وا ومحوه هاي وعب أما محوه فول حموه لكن إلكي هو إسكه هجاج سن وانقرقر هيا قروح بانكسو صاريه لعنت باتاكو سعررت ما بنانا رجيو دمرتونه وما بنانا والله أعلم نعم جزاك الله خيرا سؤال شيء نأفر بغلبية طبعا وحوليه سائل كان السلام عليكم دمركو رقم ايجي كران سيدا معلن كذا هدي أنا شاوة وشيدين مسألة سي ومسألة أي علماء قاركود قبان أصل كوحويان دمرك يرقو إنس إسفيرين كرينين آيات في سورة النور كتب لا بد آيات ضد استبيا له آيات المام هي حديث رباطنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن واحد لقى صور ربا هذه حاجة شرتو عند الحاجة ذي حاجة تماضو لأن وحي لها أحكامتها أم وحي لها الله حرمه من باب سد ذرائع أما تحريم الوسائل الله حرمه والله بنيا عند الحاجة عند الحاجة والله بنيا مرك هذه حاجة تماضو لا بأس بإليهن شرط وحي إليهن وإن يسنشرن شهوة شرن درين وإن يسنؤفيرنين يضمع مسألة الله عنده وإن فتنة آمن لغيها مسألة مركبة خلافية علماء ضبن نيسي ووجه للشافعية أي مضو دقار كم إذن ويرجحيا وحلو دليشان يا مسألة سي حديث كعائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين حديث كي أذكرنا إساني مال المال مها كم إذا نمان كي حبش كأهاية مدوباء مساجد كدحديس كعياري وكتب لسنه أي داونيس نبي قلنا وأستوري صلوات ربي وسلام عليه هل كان معنا كداشي سيتاقنيت هل كان مركا انت عندها كسودس بينما كا عياري داونيس طيب وحيتري فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف إن أني من كا داوني كمان نزول إلى أن أنا إسكي أدالي بيت ونسكتي يعني نبي قلنا انت وإي تاقنا بيلاد أيضو تاقنا إني داوت معنا طيب مركا وحيلاد مركا فقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهوة بل واحد قياستان وقدرتان بيتري قبر ير يا قبر ير أو دعير أو داوانيس عيار داوانيس قياستا أي عيارتا أصبر كرتين ربطو إني تاقناتو انتليكت يا عروتا يركا عيارتا وحيالها عيارتا إيو waahay way u adkaysi badan yihiin sooma waqti dheer bay daawan karaan marka waxa ay gabar yar oo da'yar oo hadana ciyaar daawanaysa muddo intee leeg bay ku daari kartaa waa soo waqti dheer ma intaas uu nabigu u taagnaa bay tiri sallallahu alayhi wasallam anaguna aan daawanay salaatu rabbi wa salaamu alayhi marka xadiidkaasi waxay u dalishadaan shafiiciyada qaymadooda qaar kamida iyo in ay banaann tahay hadii aan marka shahwa dareen shahwiya damac u sanjirin marka labaadna aamin laga yahay fitna aamin laga yahay waana sida laga fahmayo al-imam al-bukhari alayhi rahmatullahi baabayntis hadithka abwaab tabwiibkeeda meel badan ku keenay qaar buu qaabka u baabayay hadaan riiba iyo shaki jirin haweentu inay ninka fiirin kareysa ayuu u baabayay waxa kale oo ku tusayay bay leeyihiin culimada saa u dalishanayay shariicadu rag iyo dumar ka meelahay isugu yimaadaan masajidaha kamidoo la isugu iman jiro salaada lagu wada soo wada tukan jiray هذا مع ذلك الضمر كوجه قود الله أسطوري رج وجه قود الله ما أسطورين صوما هذين البنانين إن الضمر كون رج وجه قود فيريان بدون شهوة رج وحلا ليه لها يدين كنا ده وجه كقرصدة صوما ده يدين كنا وجه كأسطور على ليه مركا يعني وحويان ساسة ودليشاني هذه مركا حاجة تما دواك زي حق جرتها هذه تعليم لوجا مرمي وايو هذه مثلا مصلحة كلا أي قشو هذه مرخاتي إن النقطة لوجا مرمي مرخاتي فرتو هذه محكمة هاي حالات واحد شراء أين نجيب الله إن شاء الله تعالى والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال شيء أفر بقول أفر بقول سدحية طبعا وسؤال شيء نوجودا بس برنامج كنا نعوى وحلي سائلكنا السلام عليكم شيخ نينك العقد سقاط كردا مية العقد تاسي ملقا عنقبتين كرا يعني هذا تكري كرتان ها كقبت هذا بتكعلين كرتان كعلي لأنه هو سفيه سفيها وحل إلى هذا والروح حولها كعيارة أما حولها قابك الله ما مولا الله تصرف أنقرنين
أما حوله بملا أن شرعته أقولين كبحيني وأنا مدة آية القرآن كي كذا شو الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما كو السفهاء وحمقرت كاي حولها كو عياري ميلا مناسبة إنه استعمالي كو نوع سوكلاء حوله إنها وديبنا حولها هذا حوله هذا لكن حوله إنها لقديبنا صوت محيط هاي حوله نبي الله وحوك عبري واستاق النلوش واحد نلوش واحد كتاق انتهي واحد حولها واحد يقريه كل سيهين نفطه كتشرته اللي قد نقيني هاي وحلقوه هرمارين ايو واحد حولها حوله مركا وإن لا حفظيه سفيه كعيارين وإن قعنت لقى قبط مركا وإن هدي لقى قبنكر حولها لقى قبط لقى لوريقو ميل لورد يقو قنعسي لوق قليو كدبنا وارزقوهم فيها واكسوهم واحد وحي بيل إيا مصروف إيا مرشا إيا باهيدي سكسية وحالما إذا ددتك أن حوله هذا مامول كودي قعنكو هينتو هذا لما دح بنانان كرين سيدا ددتك والوالا عرور تاير يركا ددتك عقلي قودو لمن يهي ددتك الدقومة ددتك نوعا سو كالتا أبو لميدي وحي فقهادو كوكينو كاقه الله مثلا دا سباب كايد أبواب تا يعني حجري يعني وحوي حجري انت من انت روح إن حولي تصرف كودا لغا تشوشيو inta badan awood bay u baahantay marka dad ama qaraabo tahay ama awood iyo dawlad ay tahay waa laga mancin kara waa loo diidi kara xoolahan waa laga wareejin kara ila uu rushti ka gaarayo ila uu ka hagaagayo oo aqli iyo deganaansho iyo xeelahan iyo xoolahan maamulkooda uu ka hagaajinayo qaadka iyo khamrada iyo xeel muharramaadkan uu iska deynay marka waa mas'alad diinteena asal ku leh oo banaan weeye hadii la kari karayo hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad